مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من بيت الداء والدواء. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 اللي هو فيتامين سي. هل فعلا الحمضيات فقط فيها فيتامين سي؟ هل بس الليمون هو اللي فيه فيتامين سي؟ هل ممكن نأخذ فيتامين سي من الخضروات ولا بس من الحمضيات؟ قديش نسبة الفيتامين اللي لازم ناخدها؟ هل لازم ناخد سبلمنت ولا ممكن ناخدها من الطبيعة؟ كل هاي الأسئلة اليوم هنجاوب عليها في هذا البرنامج أو في هذه الحلقة مع الدكتور اللطيف العزيز الدكتور سامح مصطفى، أخصائي النوتريشنست. أهلا وسهلا فيك دكتور. حبيبي أهلا وسهلا. أهلا أهلا، إزيك دكتور؟ أخبارك إيه؟ طمني عنك. الله يخليك دكتور سامح. فيتامين سي أهم فيتامينات اللي بيحتاجها الجسم، وللأسف يمكن إحنا عندنا مس كونسبشن كتير في فيتامين سي. وأنا عارف اليوم أنت حتفاجئنا بصواريخ أرض أرض جو جو زي المرات الماضية، ولكن هذا مهم جدا إن جميعا نعرف إيش بنأكل وكمية الأكل ولماذا نأكله، وهذا الأهم. احكي لنا شوي عن فيتامين سي يا دكتور. طبعا يعني حاجة كده نعمل ريكاب للحلقة اللي فاتت. احنا كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت على السكر، مش كده؟ طيب. وكنا عايزين نقول ان يا جماعة كلمة سكر معناها جلوكوز. لو احنا عايزين نجيب كلمة سكر ونحطها في فريم يكون الفريم ده ريليتد لجسمنا، فاحنا بنقول كلمة سكر او سكر الدم هو الجلوكوز، مش اي نوع من انواع السكر التاني. وكلمنا عن ان في سكر احادي وفي سكر ثنائي وفي السكر المتعدد والستارشز والحاجات دي كلها، خلاص كده. فالسكر هو الجلوكوز، فعايزين كده نفتكر كلمه سكر في الدم معناها الجلوكوز، خلاص كده. طيب ايه علاقه ده بالحلقه بتاعتنا النهارده؟ الحلقه بتاعتنا النهارده زي كده ما هي مكتوبه، الحمضيات وفيتامين سي، خلاص كده. فالحمضيات او السيترس اللي هي منها البرتقال ومنها الليمون اللي هو الأصفر ومنها اللايم اللي هو الليمون الأخضر، خلاص كده، ومنها الجريب فروت. والجريب فروت في منه الجريب فروت العادي وفي منه الجريب فروت اللي بيقولوا عليه الوايت الأبيض، الجريب فروت الأبيض، خلاص كده. طبعا اليوستفاندي نفس القصة، وفي أنواع من البرتقال وفي أنواع من اليوستفاندي، وهي دي اللي بيسموها الحمضيات. حاجة كده نقولها إن الكيوي في ناس بتفتكره من الحمضيات نتيجة ان هو بيحتوي على دوز عالية من الفيتامين سي. يعني الكيوي الواحدة كيوي بتديك حوالي 225% من المية، يعني 225% من الديلي ريكوايرمنت من الفيتامين سي. كده يعني نص كيواية يكفي يوميا. نص كيواية 100% يس. كمان من 100%، واخد بالك؟ فده اللي خلى ان في كونفيوجن، ان الناس بتقول ان هو من ضمن الحمضيات، ولكن هو مالوش علاقه من الحمضيات. هو فاكهه، وفاكهه جميله، ومن جوه لونه اخضر شبه الليمون شويه، وفي نقط كده بذور يعني، وطعمه جميل، ومن جوه غلافته بتبقى شبه كده، هي بتبقى وبريه وبتبقى شبه الجملي كده لونها. لكن هو نوع من انواع الفاكهه، بس من عيله تانيه مالهاش علاقه بالحمضيات. اوكي، خلاص كده، دي اول حاجه. حاجه تانيه، الفيتامين سي طبعا مهم جدا جدا جدا، ومعروف قوي لكل الناس ان فيتامين سي والمناعه، وده النقطه المهمه اللي عايز اقولها لك، ان الخلايا المناعيه او الكرات الدم البيضاء اللي هو الفيرست سيلف ديفنس سيستم عندنا في الجسم، بياخد فيتامين سي وبيخزنه جواه وبيستخدمه في مقاومه او في المناعه. اوكي، وده من هنا الناس اكتشفت ان قد ايه اهميه فيتامين سي للمناعة بتاعت البني آدم. النقطة المهمة اللي لازم كل واحد يعرفها النهاردة، إن الستركشر أو التركيب الكيميائي لفيتامين سي شبه أو التركيب الكيميائي بالضبط للسكر. لما نيجي نبص كده على الصورة الجميلة اللي شيرها معنا دكتور جمال، هنبص نلاقي كده على إيدينا، أيوة إيدينا اليمين ديت السكر، وده الشكل التركيبي الكيميائي للسكر. بصوا كده عليه، وبصوا كده بقى على الناحية التانية كده فيتامين سي، ده التركيب الكيميائي بتاع فيتامين سي. لما تيجي تبصوا على التو ستراكشرز دول تلاقيهم شبه بعض قوي.
صحيح. ده معناه ايه؟ ده معناه ان المنظر ده لما بيجي على الخلية عشان يخش الخلية بيبقى فيه ريسبتور، الريسبتور زي كده الايه؟ زي القفل والمفتاح. فده المفتاح اللي احنا شايفينه، ده المفتاح. المفتاح ده عشان يخش جوه الخلية ويدي الخلية الفيتامين سي يخش جواها، فمحتاج يخش على القفل اللي هو الريسبتور. خلاص كده؟ نعم. الريسبتور دوت لما بيشوف الشكلين دول مع بعض بيلاقيهم بيتخانقوا مع بعض على الدخول، فبيبقى الفيفور بتاعه انه يدخل السكر اكتر ما يدخل الفيتامين سي، فبنلاقي ان الفيتامين سي والجلوكوز بيتنافسوا سويا على الدخول للخلية بتاع كرات الدم البيضاء. واو. تاني، وجود سكر زيادة في الدم هيمنع امتصاص الفيتامين سي. فانا عندي سكر زيادة في الدم وبقى اربع فيتامين سي ومناعتي ضعيفة. ليه يا عم؟ اصل الفيتامين سي بتاعك بيترمي وما بيحصلوش امتصاص. ده معناه ايه؟ ده معناه لكل واحد سمعني، يا ريت لما تفكر تاكل اكل يكون فيه جلوكوز حاول تاخده بشكل طبيعي، عشان الجلوكوز اللي بشكل طبيعي، ودي نقطه تانية، معناه انه مربوط مش سايب كده يسرح كده بسرعه ويزود السكر في الدم عندك بشكل عالي. وده زي اللي احنا بنحطه على الكيكه، واللي بنحطه على الكنافه، واللي بنحطه على القطايف، والحاجات اللي بنسقيها بالمنظر ده. سكر القطر الابيض ده، السكر السائل الافيلبل السريع قوي ده. لكن لما بيكون السكر موجود بشكل طبيعي بنلاقيه في الفاكهه على سبيل المثال، ده مربوط مش بيبقى بيعمل سبايكس للجلوكوز في البلد. ده ما بيخليش فيه كومبيتيشن ما بين الجلوكوز وما بين الفيتامين سي، وبالتالي لما باخد الفيتامين سي بيبقى ابزوربت، ولما الفيتامين سي بيبقى ابزوربت في الخلايا المناعيه بتبقى الخلايا المناعيه قويه، وبتبقى الخلايا المناعيه فانكشنينج بشكل كويس، وتلاقي نفسك ان انت مناعتك كويسه. اذا هذا ستيتمنتس مهم دكتور. طبعا. معناها اذا اخذنا فيتامين سي كتير واخذنا بنفس الوقت سكر كتير، مناعتنا ما حنستفيد من هذا الفيتامين سي لا في المناعه ولا في الامور الثانيه، عشان الريسبتور اللي موجود في الخليه بيبقى ملخبط ما بين الاثنين وبيحب ياخد السكر اكتر من الفيتامين سي، ولو خش السكر جوه الفيتامين سي مش هيخش. خليانا طلعنا بالظبط كده. وبالتالي الفيتامين سي هو من الواتر، دي جزء مهم برضو نعرفه، الفيتامين سي من الواتر سولبل فيتامينز، من الفيتامينات اللي بتدوب في الميه، فالجسم لا بيكونها ولا بيخزنها، فانت محتاج تاخدها من بره، عشان الجسم ما بينتجش فيتامين سي اون اتس اون وما بيخزنهوش، بيحصل له ريليس من اليورين بالظبط كده في البول، بينزل في البول على طول. يعني لازم تاخذ ديلي سبلمنت ديلي الفيتامين سي، ما بتقدر تاخذ لعشر ايام مستقبلا كده. كلام سيادتك سليم بنسبه 100%، وده يجيبنا للنقطه بتاعه ايه اللي احنا محتاجينه يوميا من الفيتامين سي. طيب. خلاص كده. لما نيجي نشوف التكست بوك بيقول ان الديلي دوز او ريكومند ديلي الاونس من الفيتامين سي من 65 ل 90 ميلي جرام، بحد اقصى 2000 ميلي جرام. خلاص كده، ده الماكسيمم دوز، يبقى ده الرينج بتاعنا. ولكن الديلي ريكويرمنتس بتبقى من 65 ل 90. برتقانه واحده ميديوم اورنج بتديك الدوز اللي انت محتاجها من الفيتامين سي بير داي. خلاص كده. طبعا الفيتامين سي زي ما انت شايف، وزي قلت لك كده، برتقانه بتديك الفيتامين سي، كيوي بتديك ضعف الفيتامين سي. فالفيتامين سي ربنا خلقه لنا اباندنت، موجود في حاجات كتيره جدا مش بس في البرتقال. لكن الحاجه اللي المفروض نعرفها ان الجسم ما بيخزنهاش وما بيكونهاش، فلازم تاخدها من مصدر خارجي. ولما تاخدها من مصدر خارجي، المصدر الخارجي دوت لازم يكون ريتش في فيتامين سي. سؤال بقى تاني، طب لو انا عايز اقوي مناعتي وعايز اخد الفيتامين سي، اخده امتى؟ الفيتامين سي ممتاز، هو ووتر سولبل فيتامين،
وعشان بيكمبيت مع السكر، فانا عايز ابقى قروبه قوي كده واضمن ان الفيتامين سي ده يخش على طول على الخلايا المناعيه، اخده على معده فاضيه الصبح. فلو صحيت الصبحيه وبتشرب كوبايه الميه وخدت معاها فيتامين سي او خدت لك برتقانايه على الصبح، هتكون صاروخ داخله كل الفيتامين سي اللي فيها على الخلايا المناعيه، وهتبقى خدت الديلي دوز بتاعتك من الفيتامين سي ومفيش مشاكل. واو، هذه نقطه مهمه دكتور. اذا انت بتنصحنا ناخذ الفيتامين سي as soon as possible الصبح مع كاسه الميه على الريق. عشان كده بقى حبايبي اللي معايا في الويت لوس بروجرامز، وعارفين ان انا بحط لهم على السموذي بتاع الصبح نص برتقانه طبعا مع الانجريدينتس الثانيه، يعرفوا ان انا كده بديهم على الريق الدوز اللي محتاجينها من الفيتامين سي عشان يخش على طول على الجهاز المناعي ومناعتهم تتظبط. اه طبعا دي حقيقه. طيب انا بس سريعا بدي احكي اللي حابب يتواصل مع الدكتور سامح، الويب سايت تبع الدكتور سامح موجود على الشاشه، هخلي له فتره فممكن تدخلوا على الويب سايت وفي رقم الهاتف وفي الايميل تبع الدكتور. طيب دكتور، الان احنا شفنا في حمضيات كتير حكيت عنها في فيتامين سي، هل فعلا فيتامين سي موجود فقط في الحمضيات ولا في خضار وفي اشياء تانية ممكن ناخذ برضو منها الفيتامين سي؟ طبعا في اشياء كتيره جدا ممكن تاخد منها الفيتامين سي، وما تقلقش خالص من موضوع الفيتامين سي. عايز تاخد سبلمنتس من الفيتامين سي، خد سبلمنتس من الفيتامين سي. لو هتاخد سبلمنتس من الفيتامين سي، اعمل حسابك انك تاخدها الصبحيه، يبقى احسن حاجه. في نوع من الفيتامين سي اسمه التايمد ريليز فيتامين سي، وده بيبقى ظريف في حته ان الفيتامين سي نتيجه ان هو ما بيقعدش في الجسم مده طويله عشان هو واتر سولبل فيتامين. فدلوقتي في انواع من الفيتامين سي موجوده في السوق بيسموها تايمد ريليزد فيتامين سي، خلاص كده، عشان تديك فيتامين سي خلال اليوم. يعني القرص بيبقى ما بيفكش كله مره واحده، بياخد وقت خلال اليوم بحيث ان كل شويه يديك جرعه من الفيتامين سي. طبعا ده كويس لو انت ماشي على ميل بلان، الميل بلان بتكنترول ان السكر بتاعك ما بيحصلوش سبايكنج. فالتايمد ريليز معناها ان at any given time you're giving me vitamin C, it will be absorbed direct to your white blood cells. خلاص كده؟ ان لو انت واخد التايمد ريليز فيتامين سي والسكر في الدم عندك عالي، يبقى انت زي اللي طيب في دكتور سبلمنتس بتكون تشوبل، في سبلمنتس بلع، وفي سبلمنتس بتكون مع مثلا فيتامينات ثانيه، زي انا هذا اللي عندي هذا من كوسكو شري تشوبل، تمضغه في تمك. حلو، فهل في فرق بينهم ولا اتس اوكي؟ هقول لك الموضوع ده ديبيتابل قوي، خلاص كده. واللي بيربطنا الفيسيولوجي بتاع جسم البني ادم، الفيسيولوجي بتاع جسم البني ادم بيقول ان في كومبيتيشن وفي سيميلاريتيز في الاستراكشر ما بين السكر وما بين الفيتامين سي. ف this is the first thing you need to be aware of، خلاص كده، ان انت you need to make sure that you do not have a lot of sugar in you، خلاص كده. حاجه ثانيه المهمه ان انت تعرف ان الفيتامين سي is a water soluble vitamin، وبالتالي you need to get it absorbed as quick as possible. فالتشوبل ده نوع بيكون طعمه أزرف، في ناس ما بتحبش تبلع عندها الاوبشن دوت موجود، وساعات بيقولوا ان التشوبل بيكون فاست ابزوربد كومبيرنج دي النون تشوبل عشان بسرعه. اوكي، في هذه الحاله لو انا باخد دوز 500 مثلا ولا 250 مثلا من الفيتامين سي، وده ما بيتحطش في الصوره اللي بيسموها التايمد ريليز، معنى ذلك ان انت خدت دوز جامده من الفيتامين سي على الريق الصبحيه، ايذر تشابل او اللي هو الشورت ريليز اللي هو بيمتص بسرعه، ده في الحالتين دول بيبقى ممتاز قوي لو هتاخده الصبح. يعني انا بريكومند اللي معايا ياخدوا التايمد ريليز عشان انا عارف هم بياكلوا ايه. مش معايا ممكن اقول لك لا ما تفرقش، بل بالعكس لو انت هتاخد واحده على الريق الصبح حلو انك تاخدها مش تايمد ريليز. ليه؟ عشان تاخدها على الريق وانت لسه ما عندكش سبايكس في البلاد شجر، وفي نفس الوقت يبقى انا عارف ان هيحصل لها ابزوربشن، فخد اكتر حاجه ابزوربد احسن من ما فيش. بس كده. دكتور سامح، في سؤال من رنا بتسال، تقول هل فيتامين سي الموجود في المكملات الغذائيه يعني
هي حقيقة كلها مفيدة أم أنه هناك أنواع أفضل من أخرى مثل فيتامين سي الكامل، أو يمكن قصدها في ناس زي ما حكيت فيتامين سي بيكون ب مع أشياء ثانية، هذا مع زنك موجود مع زنك برضو إذا تحب تحكي عن الموضوع. بص يا رنا، انا معجب قوي بسؤالك عشان حاجه تانية خالص ما لهاش علاقه بالسؤال، بس انا معجب بسؤالك عشان ده هيدخلني للنقطه التانية الاهم اللي انا كنت عايز اقولها برضو في الحلقه بتاعت النهارده. كرد سريع على السؤال بتاعك، موضوع المكملات الغذائيه يا رنا موضوع شائك. يعني ايه؟ يعني في ريجوليشنز، الريجوليشنز دي حطها الحكومه عشان يبقى الليبل ماشي مع الريكويرمنتس، خلاص كده. وطبعا الشركات والكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس بتفرق من شركه لشركه، وبالتالي الكواليتي بتفرق من شركه لشركه، وبالتالي موضوع ان هي كلها مفيده او كلها مش مفيده ده سؤال عام قوي، صعب ان بني ادم يقول لك الرد عليه بشكل مباشر، خلاص كده. لكن الفيتامين سي كفيتامين مهم، لو خدناه بدوز من سبلمنتس التوقع ان هتاخدي الدوز اللي انت محتاجها من الفيتامين سي، والتوقع ان هيحصل له ابزوربشن. طبعا هيحصل له ابزوربشن ولا لا بيتوقف على حاجتين، على المنتج وعلى جسمك. حته جسمك احنا اتكلمنا فيها، وهي نقطه ان انت عندك سكر زياده عشان الكومبيتيشن اللي موجود ما بين الفيتامين سي والسكر. حته الكواليتي احنا اتكلمنا فيها، وبنفترض ان 80% من الكواليتي كويسه، وبالتالي الفيتامين سي اللي موجود هيبقى ابزوربد. حلو الكلام. حاجة تانية اللي خلتني معجب بالسؤال، ايه اللي خلاني معجب بالسؤال؟ تقولي لي طيب ايه رأيك يا سامح لو انا كل يوم وانا بفطر اخد معايا كوباية عصير برتقال، خلاص كده. هنا اقدر اقولك ان انا بالنسبة لي لما اكل برتقالة احسن 100 مرة من عصير برتقال. بالعكس، ده انا بفترض ان عصير البرتقال ده سكر ملوش لازمة، خاصة المصنع ده اللي بيجيك بطريقة المصنع ده بقى حاجة تانية، يعني ده أسوأ كمان. ولكن عصير البرتقال انت خدت العصير، ما خدتش الفايبرز، وما خدتش حاجة لازم كلكو هتسمعوها مني كتير اسمها الفايتوكيميكلز، خلاص كده، أو البوليفينولز. في البرتقال حاجة اسمها البوليفينولز، والبوليفينولز ديت عبارة عن تركيبات كيميائية بيبقى ليها أدوار مهمة لصحة بني آدم، يخلي الناس بتقول إن البرتقال بيبقى ليه أنتي إنفلاماتوري إفكت، بيبقى ليه دور مضاد للالتهاب، وكمان ليه أنتي كانسر إفكت، حاجات مضادة للسرطانات، خلاص كده. وكمان بيساعد الناس اللي ممكن يكون عندها قلق من موضوع الكيدني ستونز أو حصوات الكلاوي، خلاص كده، عشان في نوع من انواع حصوات الكلاوي بيتكون نتيجه قله السيتريك اسيد، فلما باخد البرتقال بعلي الدوز بتاعت السيتريك اسيد فبقلل تكون الحصوات ديت، خلاص كده. فده كله هيحصل امتى؟ لما باخد الفيتامين سي في صوره برتقال. حاجه تانية مهمه، ان الفايبرز اللي موجوده في الفيتامين سي بتبقى نوع من الفايبرز بيسموها indigestible fibers، يعني فايبر من النوع الذي لا يهضم، وبالتالي بيساعد على حركة الأمعاء، وبيساعد على موضوع دخول الحمام، وإن الواحد ما يجيلوش إمساك. وبيبقى indigestible fibers دي حلوة للميكروفلورا بتتغذى عليها، وبتديني حاجة اسمها البايروفيت، وده مهم قوي عشان DNA والميتوكوندريا اللي موجودة في جسمنا. احنا المايكرو فلورا تبعت الامعاء هي دكتور لازم نعملها حلقه، لان للاسف هي اقل اكثر شيء مهم في جسمنا، واقل شيء نهتم له في الجسم. يعني لما تحكي لواحد عندك بكتيريا في مائتك بيقول لك يا وشو، مع انه هذا مهم جدا جدا جدا. دي من اكثر الحاجات اللي انا مهمه، انا بشغلي كله قوي عمال ببص، يعني كنت لسه النهارده بتكلم فبقول انا ما ببصش ليك احمد ولا محمد، انا ببص ليك كمحتوى يحتوي على مايكروفلورا جوه. طيب انا سريعا هون في موقع لقيته في اكثر 10 اكلات بصورهم، انا عشان هيك هذا اسمه النبق، وهو ليمون الشمال
صراحة أنا يمكن ما بعرفه بس يمكن في ناس بيعرفوه. الناب إذا موجود في مصر عندنا. يا هذا البقدونس اللي هو لا حمضيات ولا إشي، يحتوي على 16 ميلي جرام من لكل 100 جرام منه، وهذا شيء جيد. الكرومب طبعا كلنا بنحبه بناكله، الكرومب الصغير او اللي بسموه بروكسل يا البابريكا، الفلفل في فيتامين سي كبير، خاصه بحكي ثمرات الحمراء والصفراء. تمام، ممتاز. البروكلي واو، انا ما كنتش اعرف ان البروكلي فيه فيتامين سي كتير يا دكتور. طب بص اقول لك حاجه بقى، قلب كده كمان عشان خاطر اقول لك الثيم اللي انا كنت عايز اقوله لك. يس، كيوي طبعا حكى لنا الدكتور عنه. في كميه فيتامين تزيد عن ما يحتويه البرتقال 200% لليوم، الليمون، وطبعا اخر شيء اللي هو حضرة البرتقال. بمناسبة الفايتوكيميكالز بقى، الفايتوكيميكالز كده عشان خاطر يعني كلمة مجعلصة علمية ممكن يكون ملهاش ترجمة على أرض الواقع، بس أقدر أقول لك eat the rainbow. يعني إيه eat the rainbow؟ معنى ذلك إن كل ما كان الأكل بتاعك ألوانه كتير، كل ما أنت كنت أخدت أنواع كتيرة جدا من الفايتوكيميكالز اللي ليها health benefits للبني آدم. لما نيجي نبص كده على الصور اللي انت بعتها لنا كده الجميله اللي احنا وريتها، تلاقي ان الثيم بيقول ان الالوان الخضراء وداخل على اخضر على بني على برتقاني على اصفر، ده كده كله فيه فيتامين سي. فتبص تلاقي انت جبت بروكلي وجبت كابج وجبت بروسل سبراوت وجبت دول ليفي يعتبروا من الليفي فيجيتابلز، ورحت جايب كمان معاهم البارسلي اللي هو البقدونس، كل الحاجات الخضار كده كل ما يبقى فيه اخضر كتير تبص تلاقيها فيها فيتامين سي. دخلنا على الكيوي بقينا مركزين جدا جدا ولقينا الدوز عاليه، فتبص تلاقي فيه لون الاصفر دخل عليه، واللون كمان لما تخش عليها من جوه تلاقي الاخضر بتاع الليمون، خشيت على الليمون وخشيت على البرتقال، يبقى انت الدوز بتاعت الفيتامين سي كده شغاله معاك وخدت الفايتوكيميكالز اللي انت محتاجها. طب في سؤال مهم دكتور، اذا نقص عندنا كمية الفيتامين سي شو بيصير في الجسم؟ وإذا زاد شو بيصير بالجسم؟ طيب خلينا نتكلم إن الفيتامين سي مهم للمناعة، خلاص كده، ونتكلم إن ليه حاجات كده مهمة جدا في الفيسيولوجي والميتابوليزم بتاع بني آدم، وبالتالي بشكل عام نقص الحاجات اللي الجسم محتاجها بتؤدي إلى بعض الأعراض المرضية اللي إحنا مش محبزينها، خلاص كده نتكلم كده بشكل عام. لكن الميزة اللي في الفيتامين سي نتيجة ان هو من الفيتامينات التي تذوب في الماء، فزيادة الدوز بتاعتها غالبا ما بتعملش مشاكل، ولكن بيقول حبة دائرية، حبة امساك، حبة حاجات زي كده. انا ما بحبش الحقيقة اتطرق في الحاجات دي عشان الحاجات دي بتبقى مختلفة من بني ادم لبني ادم. في واحد يوم طاحن نفسه كمية برتقان وما يحسوش اي مشاكل، واحد ياخد برتقانتين ثلاثة ويبقى عنده دائرية، فاحنا مش عايزين ايه نخوف الناس من الزيادة أو من النقصان. بس كصفة عامة الزيادة من فيتامين سي أو من الفيتامينات التي تذوب في الماء ما بنقلقش منها بشكل عام، تطلع في العرق، تطلع في البول والحاجات دي كلها. بس النقص طبعا هيأثر على كل الأشياء اللي محتاجها الجسم. بالضبط كده، عشان انت بالضبط انت ليه بتاخد المالتي فيتامينز؟ بتاخد المالتي فيتامينز عشان تضمن ان الفيسيولوجي أو الميتابوليزم بتاعك شغال. في حاجات كتيره جدا في الفيسيولوجي معتمده على الفيتامينز ومحتاجه ومعتمده على المينرالز ومحتاج انت انتي اوكسيدنتس ومحتاج الحاجات دي كلها في جسمك، وبالتالي لما انت بتنقصها زي بالظبط كده اللي بياخد جايب عربيه جميله جدا وحاطط لها بنزين فيه شوائب كتير او بنزين قليل، تكتشف ان انت مش عارف تمشي بيها، مش جسمك مش فانكشن كويس، بتبتدي بقى الامراض تطلع نتيجه الحاجات الناقصه دي. فاهم قصدي؟ طيب دكتور، يعني احنا بنشوف على التيك توك الفيديوهات هاي اشرب ليمون الصبح وكل مشاكلك بتنحل، هذه الخلطة السحرية اللي كل بيحكي عنها الآن، ثلاث شرحات ليمون مع كاسة مي وكل مشاكلك هتنحل، هل فعلا له تأثير الليمون أم الموضوع مضخم زيادة عن اللزوم؟ كلامك سليم، الموضوع مضخم زيادة على اللزوم، وده حاجة مهمة قوي ان احنا نعملها establishment في البرنامج بتاعك ده. لما احنا بنتكلم على الحمضيات ونقول ان
فوائدها عاملة ازاي، ونحاول نفيد الناس بمعلومات تبقى فعلا مفيدة ليهم. زي ما احنا قلنا النهاردة موضوع السكر ده اهم حاجة، انا عايز اي ناس تبقى سمحاني عشان تعرف ان ما ينفعش تزود السكر او الجلوكوز عشان الفيتامين سي. لكن بقى ان انا اقعد اتخن لك في المميزات واقول لك ده الحل السحري لكل شيء، مش هيحصل، عشان احنا باكج فينا حاجات كتيرة جدا. يعني انا ممكن دلوقتي اقوم اقول لك لستة الحاجات اللي بتفيد في فيتامين سي، يا سلام هتلاقي ناس كلها طالعة من الحلقة النهاردة وبتشتري 2 طن برتقان، وبعد كده تيجي الحلقة الجاية يقول لك احنا خدنا الكلام ده وجالنا المرض اللي انت بتقول فيتامين سي بيحمينا منه. يعني انتي كانسر، وبعد كده حد يجي له ربنا قدر الله يجي له حاجة يقول لك طب انا بقى 4 فيتامين سي انا جالي ليك كانسر. لا ما بلاش كل حاجة حلوة مفيدة، eat the rainbow زي ما بيقولوا، كل حاجة بألوان مختلفة، كل حاجة بشكل طبيعي. حاول تاكل حاجة تكون locally grown، الحاجات locally grown أحسن من الحاجات اللي بتبقى imported، الحاجات اللي ممكن تكون organic أحسن من inorganic. لكن في الآخر لما تاكله بيبقى أفضل من إنك ما تاكلوش. طب سؤال مهم دكتور بالنسبة للسيدات، السيدات بيعتمدوا كتير على الكريمات تبعت الوجه خاصة بالليل وبالصبح الله أعلم إمتى كمان. كتير الكريمات بكتبوا عليها موجود فيها فيتامين سي. هل فعلا هاي الكريمات إلها فايدة غير موضوع الكريم اللي هو الزيت هذا المحتوي؟ الفيتامين سي هل بدخل من الخارج للبشرة ولا هو لازم نأخذه من الداخل عشان يأثر على البشرة؟ والله هو الفيتامين سي معروف إن هو من الأنتي أكسيدنس، من الحاجات المضادة للأكسدة، خلاص كده؟ وبالتالي الفيتامين سي مفيد. موضوع الابزوربشن بيبقى موجود، انت لما بتحطه على خليه بيحصل رياكشن، خدت بالك؟ فانت لو خدته من جوه هيحصل له ابزوربشن وهيوصل للجلد، ولو خدته من بره ممكن يكون مفيد، لكن طبعا الحاجات اللي بتبقى ابزوربد من جوه لبره بتبقى مفيده بشكل اكتر، واخد بالك؟ ليه؟ عشان زي ما انت شايف انا مثلا دلوقتي حطيت الفيتامين سي على وشي وبعد كده رحت اتوضيت فرحت مسحه تاني، فطبعا قد ايه في الوقت ده حصل له ابزوربشن، بتبقى مطلقه للابلكيشن، مطلقه للدوز، مطلقه للثيكنس، مطلقه للسكين تون بتاعك، مطلقه لنوع السكين بتاعك، هل هو اويلي ولا هو دراي، مطلقه ان هو كان هايدريتد قبل ما تعملي ابلكيشن ولا ما كانش هايدريتد. ففي مالتي فاكتورز بتبقى موجوده ممكن تليمت الابزوربشن بتاع الحاجات دي لما بتتاخد توبيكال او لما بتتاخد على السطح الخارجي، واخد بالك؟ فهل هم الناس حطوها عشان يغشوا؟ برضو هنقول لا. لكن هل هي بتبقى as powerful as لو انت خدتها بشكل سيستميك؟ لا، يعني الافضل من جوه يكون من جوه لبره احسن من اللي من بره لجوه، دي حقيقه. سؤالنا الاخير يمكن دكتور يكون عن الاكل، الاكل بناكله احنا وانتوا بمصر، صحن الفول لازم ينحط على الدقة والحامض والحاجات الحلوة. احنا في بلاد الشام بناكل ملوخية دائما بنحط عليها ليمون حامض عصير، هل في هناك علاقة بين هذا الموضوع والابزوربشن تبع الأشياء اللي موجودة بالفول أو بالملوخية والأشياء اللي بنحط عليها حامض، ولا هي فقط عادة وليس أي شيء آخر؟ والله هي عادة كويسة، يعني هي عادة مش وحشة ان انا احط اعصر الليمونة على الفول واخد الجوس بتاع الليمونة اللي بيبقى فيها فايتوكيميكالز وبيبقى فيها فيتامين سي وبيبقى فيها سيتريك اسيد، ونتيجة التكرار بيعمل لي ميموري تخلي طعمه حلو. ما تنساش ان الاطعمة دي زي ما انت قلت عندنا في مصر بنعمله ازاي وعندكم في الشام بتعملوه ازاي، تيجي اقول لك احب اعمل لك الفول المصري ولا الفول الشامي تقول لي اعمل لي الفول الشامي عشان متعود عليه، فده عادة، دي ميموري، اوكي؟ لكن ان انا احط الكمون واحط الدقة او احط الليمون يبقى انا كده بحط فايتوكيميكلز، يبقى انا كده بحط الوان. لما نشوف الفول لونه عامل ازاي والليمون لونه عامل ازاي واحط عليه بقدونس واحط عليه بصل واحط عليه كمون يبقى انا بحط فايتوكيميكلز، وزي ما قلنا الفايتوكيميكلز بيبقى ليها فوائد مفيدة للصحة. في اليمن بحطوا طماطم كمان، وطماطم كل ما بتحط حاجات زي كده كل ما بتعمل انريتشمنت
للطبق بتاعك وبتاكله كويس. الوحش ايه؟ ان نحط عليه حاجات معروف ان هي مش مفيده، زي ايه؟ كل ما زاد البروسيسنج، كل ما الحاجه هي عامله ازاي، الكاتشب والمايونيز والعيش اللي ما تعرفش اصله ايه وفصله ايه وفي سكر ولا ما فيهوش سكر، كل ما عاد. لكن لو طبق الفول جميل كده، لو خدت طبق السلطه وجبت طبق الفول وحطيتهم على بعض وكلتهم، مية مية. دكتور، يعني صراحة أنعمتنا وأنعشتنا اليوم بفيتامين سي وما حدثتنا عنه. بعرف إذا في عندك أي شيء بتحب تضيفه قبل أن ننهي الحلقة. كلنا أذان صغير. طيب بص يا سيدي، البرتقال أو الحمضيات ما فيهاش بس فيتامين سي، عشان إحنا كنا بنتكلم على الفيتامين سي وعلى الحمضيات، فعايزين نقول إن الحمضيات ممكن يكون فيها حاجات تانية غير الفيتامين سي. خلاص كده. على سبيل المثال ممكن نلاقيها فيها فيتامين بي كومبلكس، مش بس فيتامين سي. وفيتامين اي من برضو الفيتامينات التي تدوب في الماء ومن ضمن الفيتامينات المهمه لجسم البني ادم وصحته. خلاص كده. ممكن نلاقي فيها بوتاسيوم، والبوتاسيوم مهم للبني ادم واللي مهم لصحته. بنلاقي فيها مغنيسيوم، والمغنيسيوم مهم للبني ادم ومهم لصحته. وبنلاقي فيها فايتوكيميكلز، والفايتوكيميكلز دي مهمه للبني ادم وصحته. وبنلاقي فيها انديجستبل فايبر. تاخد برتقانه ولا تاخد عصير؟ طبعا برتقانه. العصير هتلاقي فيها حبه فيتامين سي، وهتلاقي السكر اللي موجود في العصير. والسلام عليكم ورحمة الله. بس كده. طب لا سريعا، أنا طلع لي الآن سؤال من الجمهور. خسارة الوزن، هل في إشي بخسر الوزن؟ الحمضيات وفيتامين سي، هل فعلا؟ سؤال جميل، وأنا مبسوط إن أنت قلته عشان أنا كنت محضر أنا أقوله. دائما وأبدا الناس بيقولوا إن إنك تستهلك ال يعني هقول لك حاجة. في دراسة عملت على ناس خدوا برتقان وناس عشان يساعدهم في الويت لوس، وفعلا البحث قال ان فعلا استهلاكهم للبرتقال ساعدهم في الويت لوس. طيب يبقى انا كده لما اقول لك الكلمه دي تقول خلاص انا من بكره هاكل برتقال عشان اخس. خلاص كده. ايه البرتقال ساعدهم في الويت لوس؟ عشان حاجتين. كميه الكالوريز اللي موجوده في البرتقال حوالي مثلا نقول مثلا على حسب الحجم، طبعا كل ما زاد الحجم كل ما زادت الكالوريز اللي فيها، بس احنا بنتكلم في رينج مثلا قول من 40 ل 60 كالوريز في البرتقانه. خلاص كده. طب لو انت بني ادم محتاج 1800 قول 2000 كالوريز، يبقى انت محتاج كم برتقانه؟ كتير جدا. طب لما تاخد الشوكولاته ديت وتلاقي الشوكولاته دي فيها 300 كالوري لوحدهم فيرسس برتقانه فيها 40 او 50 كالوري، طب سيادتك تحب تاخد 10 برتقالات ولا حبه شوكولاته؟ ولا حبه شوكولاته. فلو الناس خدوا 10 برتقالات وما خدوش شوكولاته مش هيتخانقوا. ما ضلش مكان برتقال وبعد كده رحت محلي في شوكولاته يبقى انا ما اعرفكش. حتى ما حدش يجي يقول لك ايه الراجل ده قال لنا كل برتقال ولقيت نفسي بدخن. لا يا عم، هتاكل برتقال ما تاكلش شوكولاته. خد لك برتقالات وابعد عن السكريات، اقول لك حبيبي. لكن تيجي تقول لي اخد الاثنين، يبقى احنا كده بنقول تخن بني ادم. فهل هو يفيد في الويت لوس؟ يس. ليه؟ عشان بيدي فوليوم، بيدي فيلينج افكت، بيملى البطن، بيديك فايبرز بتساعد على الدايجستيف سيستم والموفمنت بتاع والباول موفمنت بتاعه البني ادم، وبيديك الفيتامينز وبيديك المينرالز وبيديك كل حاجه، ومش هيعمل لك سبايكس في الشجر. لكن لما ده اخدها واضيفها على اللي انا باكله، يبقى انا كده عمري ما اخس. انا بتذكر في اول معلومه حكيتها اليوم دكتور انه الشكل الكيميائي للسكر الجلوكوز مشابه كثيرا للشكل الكيميائي لفيتامين سي. الجسم اذا في معه كثير جلوكوز دخل على الجسم وبعديها دخل فيتامين سي، فبالتالي فيتامين سي ما او جسم ما بيستفيد من الفيتامين سي لانه بحاول ياخذ السكر اسرع واسهل واحلاله. يعني بيكمبيتوا مع بعض على الريسبتور. خلاص كده. والريسبتور اللي المفروض بيدخل لجوه الخليه بيدخل السكر قبل الفيتامين سي، وبالتالي كميه الفيتامين سي اللي بتخش بتكون اقل، وممكن ما تخشش خالص عشان السكر كتير، وبالتالي السكر ده الفيتامين سي ده بيبقى ويستد. عيني عليك. فاذا النصيحة الأولى كانت والأهم من الدكتور إنه نأخذ فيتامين سي على الريق الصبح بكير أول ما نصحى مع كاسة مية، حبة برتقال أو حبة كيوي،
وكان الله بالسر عليم، لأنه ما في عندنا أي مشكلة في الفيتامين لما نأخده، خاصة فيتامين سي جسم بيحتاجه وبأخده ساعتها وبيستفيد منه. دكتور الله يحلي أيامك. الله يكرمك حبيبي. بدون سكر تكون حلوة، بدون سكر، بدون الجلوكوز، وبدون الجلوكوز طبعا لا 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 والقطايا. أنا عارف محدش بيحبني النهاردة، ما فيش بدي أعمل إيه يعني. ولما تاكل البرتقال كتير ما تاخدش شوكولاته عشان خاطر تخس. وتذكروا دائما انه صحتك